متابعينا الكرام، لا زلنا متواصلين وانطلاقاتنا متواصلة من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ينطلق شوطنا 25 الخاص باللقاية الإبكار، مسافة 5 كيلومترات. نسير مع هذه الأسماء والشعارات الكبيرة الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. نبدأ مع المركز الأول، مع الصدارة، أول الأسماء المفتتحة للنداء ولذاع سيوف مع المركز الأول. ناصر بن فالح بن بويتل القحطاني من يقدم شعاره وتحدياته المميزة مع الصدارة مع المركز الأول، بينما المركز الثاني القادمة هنا بشعار المهندي من تأتي مع المركز الثاني مياسة فهد بن علي بن عبد الله المهندي من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة من خلال تقدم مياسة مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث تتواجد هنا بيان طهميمة بن مطر بن عنودة العامري من يقدم لنا انطلاقة وحضور بيان مع المركز الثالث. والمركز الرابع يتواجد شعار بن خيرات من خلال أيضا حضور وتقدم تصريح عبيد بن سهيل بن خيرات العامري مع المركز الرابع. خامس الأسماء أرى الوصول والتقدم في هذه اللحظات القادمة والمنطلقة في هذا المسار المميز والكبير من تتقدم وتنطلق هنا الشهامة، مبارك بن سالم بن مبارك العامري من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة مع المركز الخامس. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط الذي يحمل لنا نخبة من اللقاية الإبكار في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة، ويحمل لنا أيضا الكثير من الشعارات الحاضرة والمنطلقة والباحثة عن تسجيل نقطة صباحية مميزة هنا في أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى يحفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه في انطلاقات يوم اللقاية. مشاهدينا متابعينا الكرام، العودة إلى صدارة الشوط، العودة إلى المركز الأول، إلى البداية. مياسة مع الصدارة مع المركز الأول، من تقود الأسماء بشعار فهد بن علي بن عبد الله المهندي من يقدم لنا اندفاعة مياسة مع المركز الأول، هي القائدة لهذه الأسماء. ولكن شوف التسلل من الجانب الآخر اللي تسللت، اللي انطلقت بيان طهميمة بن مطر بن حمد بن عنوده العامري يقدم لنا انطلاقة وحضور بيان من تسللت إلى المركز الأول، بينما المركز الثالث تأتي هنا أيضا بشعار بن خيرات العامري يتقدم في هذا المسار، يتقدم أيضا في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة من خلال تقدم تصريح عبيد بن سهيل بن خيرات العامري مع المركز الثالث. المركز الرابع أيضا هنا القادمة سيوف ناصر بن فالح بن سرحان القحطاني يقدم لنا سيوف مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول وتقدم في هذه اللحظات من هقاوي نايع بن راشد بن سالم بالشاوي الغفلي يصل هنا أيضا من خلال تقدم هقاوي مع المركز الخامس. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة المنطلقة في هذا المسار، مثلث ذهبي جميل هنا مع الصدارة مع المركز الأول. يا سلام، ثلاثة أسماء في موقع واحد. مشاهدينا متابعينا الكرام، بقيادة هناك من الجانب الآخر بقيادة شعار بن عنودة من يقود الأسماء والتحديات الأولى من خلال تقدم بيان طهميمة بن مطر بن حمد بن عنودة العامري يقدم شعاره، يقدم لنا انطلاقة بيان، بينما المركز الثاني تتواجد هنا مياسة بشعار المهندي من يحضر هنا أيضا وينطلق بعلي مقدم لنا انطلاقة مياسة مع المركز الثاني. ولكن شوف التسلل، تسللت في هذه اللحظات، انتقلت هنا إلى المركز الثاني هقاوي نايع بن راشد بن سالم بالشاوي الغفلي ما شاء الله، تسللت إلى المركز الأول. تابع وشوف المركز الثالث اللي قادمه لجة عاطف بن عطية بن حسن القرشي يصل هنا يقدم لنا لجة في مسار هذا الشوط مع المركز الثالث. السيارة بالانتظار زايد مادة الزعفران التراثية. مشاهدينا متابعينا الكرام، يا سلام، شوف الأسماء القادمة وصلت هنا كفاية. سعيد بن محمد بن سعيد بن عيسى الفلاحي يصل ليقدم لنا كفاية في مسار هذا الشوط، بدأت تنضم إلى الخماسية المميزة أيضا. وصول اسم جديد
تصل هنا في هذه اللحظات ووصلت حملولة. مبارك بن محمد بن ناصر الحباب الهاجري يصل يقدم شعاره مع المركز الخامس، لكن شوف أيضا الوصول، شوف التسلل القادمة والمنطلقة في هذا المسار المميز والكبير. هنا أرى الوصول والتقدم من شقرة حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري يصل، ولكن العودة إلى صدارة الشوط، العودة إلى المركز الأول. يا سلام، الله، مقبلين على بوابة الكيلو متر الأخير، بوابة الكيلو متر الأخير تستقبل الأصايل، تستقبل هذه الأسماء المميزة الحاضرة في هذا المسار المميز. دخلنا الغلاف الجوي للكيلو متر الأخير والخطير بقيادة هقاوي نايع بن راشد بن سالم بالشاوي الغفلي. يلا يا بالشاوي، أهالي في المعلة يطالبونك بسلام صباحي هنا من أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي لسباقات الهجن، ولكن هنا القرشي قادم أيضا. أهالي الطائف حاضرين في هذا المسار من خلال التقدم، لجة عاطف بن عطية القرشي من يقدم لنا لجة شعار انذار، نعم صاحبة الرمز في ليلة الأمس. مشاهدين الكرام تحضر هنا ويحضر هذا الشعار، ولكن بن حمودة أيضا قادم مع المركز الثالث من خلال تقدم شقرة حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري. وصول في هذه اللحظات وصلت لفهدة مطلق بن محمد بن ناصر الهاجري من يصل في هذا المسار في أول ندى، ولكن بالشاوي مع المركز الأول، مع الصدارة، مع البداية، مع المركز الأول صدارة هذا الشوط. يا سلام، الله الله، هقاوي هقاوي بالشاوي بن عطية الأمتار الأخيرة السيارة، هناك من تنتظر، ولكن بالشاوي، بالشاوي بن عطية القرشي من الجانب الآخر الأمتار الأخيرة، خط النهاية هو الفيصل، ولكن بالشاوي، بالشاوي مع الأمتار الأخيرة، هقاوي هقاوي هقاوي، سلام بالشاوي، سلام سلام في المعلة على هذا الحضور المميز والكبير من شعار بالشاوي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لنايع بن راشد بن سالم بالشاوي الغفلي. تهانينا يا راعي هقاوي على هذا الفوز والانتصار بينما المركز الثاني. المركز الثاني كان الوصول من لجة لعاطف بن عطية القرشي، والمركز الثالث، المركز الثالث وصلت لفهدة مطلق بن محمد بن ناصر الهاجري، والمركز الرابع، المركز الرابع وصلت مشاهدينا الكرام انسجام لحمد بن علي بن حمد بن ملهية، والمركز الخامس، المركز الخامس غارة سعيد بن محمد بن علي بن سويري المري. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا الشوط، ولكن حضرت هقاوي بحضور الكبار ما خيبت هقوة راعيها. تهانينا والناموس يا بالشاوي، 7:41:54 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لنايع بن راشد بن سالم بالشاوي الغفلي من أهدت السلامات إلى أهالي في المعلة. تهانينا والناموس. المركز الثاني كان الوصول أيضا من شعار القرشي مع لجة، 7:41:88 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لعاطف بن عطية القرشي المركز الثالث. وصلت مشاهدينا الكرام اللي هي لفهدة بشعار الهاجري 7:46:40 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمطلق بن محمد بن ناصر الهاجري. تهانينا والناموس للجميع.